ايه رايك في اغاني المهرجانات؟ لا بصراحه مش حاجه حلوه يعني، وحاجات مبتذله وبتعلم الاطفال وبتعلم حتى بتعلم الشباب يعني، حاجات بقت ما كانتش حلوه ولا هتبقى حلوه. انا شايف اصلا ان الاغاني عموما يعني في الوقت الحالي اصبحت مبتذله جدا، مبقاش فيها فكره زي بتاع زمان عموما يعني. فاي حد دلوقتي بقى هعمل اغنيه دب 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 بس، بيمشي بتكاتك في الشارع وهو كل فيه نوع دبدبه دي بس مش اكتر. وعادي في حلو فيهم وفي وحش برضه زي اي حاجه في الدنيا. والله هتاخد وقتها وتروح. يعني انت شايف ان هي ظاهره تاخد وقت وتختفي تاني؟ طبعا. اغاني حلوه وكلماتها حلوه وجميله. طب ايه رايك في حسن شاكوش والضجه اللي هو واخدها اليومين دول بالاغاني؟ حسن شاكوش يستاهل، هو ابن حلال، هو لو مش ابن حلال مش هيستاهل الضجه دي. حسن شاكوش؟ طب انا برز ميدك في مغني اسمه حسن شاكوش. لا طبعا، هو له اغاني مشهوره جدا وعليها ضجه كبيره قوي. بص، هو بعيدا عن ان دي حريه شخصيه ان الناس تسمع اغاني عادي، ده يعني انا ما اعتقدش ان في قول ان بيحرم حاجه زي كده، لكن لو في انا شايف ان انا يعني لا يجتمع شيئان في القلب مؤمن. زيه زي حمو بيكا وزيه زي اي حد، زي كزبره وحنجره وكله راح في الجلوس على الاخر يعني عادي. هو صوته حلو من زمان وبتابعه انا من ايام اغنيه اشكرك، بس هو كلماته حلوه وصوته جميل كمان. يا باشا ده بيعبر عن ثقافه شعب، عبارة عن ثقافة شعب، ما انا ملوموش، انا الوم الشعب اللي بيسمعه. في رايين من ناحية المهرجانات، في راي بيقول ان احنا نلغيها خالص، وفي راي بيقول ان احنا نطور فيها بحيث ان هي تناسب الثقافة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. بصوا، انت صعب تلغي حاجة اصبحت يعني كل عايش بيها بقى، افراح دلوقتي، تكاتك، كله بياكل عيش منها دلوقتي، الاغاني المهرجانات عموما يعني. فانت صعب تمنع حاجة اصبحت خلاص بقى يعني انتشرت كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا، فصعب تمنعها. تقدر تمنع ده لما تمنع ثقافة الشعب، ثقافة الشعب من عمرك ما تقدر تمنعها، الثقافة. أنا كواحد متعلم كذا 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 ليا ثقافة معينة، واحد تاني ليا ثقافة معينة. لا ما ينفعش تتلغي دي، ممكن احنا نطورها مثلا ونعمل لهم مثلا نقابة ليهم لوحدهم. لا لازم نطور فيها أصلا، نلغيها خالص ليه؟ أنا مثلا شغل في أفراح عمرو دياب مثلا، لا مش هينفع، أو في مثلا في بلاي ستيشن أي حاجة يعني، أنت قاعد مع أصحابك مش هتشغل عمرو دياب يعني مثلا. فلازم نطور فيها بس تفضل زي ما هي، ما نلغيهاش يعني. اكيد طبعا نطور فيها لكن ما نلغيهاش. يعني المهرجانات ما ينفعش تتلغي؟ لا مش ما ينفعش تتلغي، هي تتطور ماشي، لكن في مهرجانات تتسمع وفي مهرجانات ما تتسمعش. تمام، نطور فيها، مش لازم نلغي برضو يعني، عادي يعني، مش هنهدم مع الشباب دي خالص يعني، مش عايزين نقضي عليها يعني، بس يحسنوا من اسلوبهم والكلام اللي بيقولوه بس. هو انت مش هتعرف تمنعها لسبب واحد، انت لو هتمنعها كانت الحكومه منعتها قبلك، هي كمان هي جهه تنفيذيه. اما هو انت ولي الامر، المفروض انت تربي ابنك تسمع ايه وما يسمعش ايه. كمان يا عم مش اسمع الاذان، المفروض يروح يصلي. اما دلوقتي المهرجانات هي اللي بقت مؤثره، يعني انت مش هتعرف تمنعها، ما تديش اختيارات اصلا، مش هتعرف تمنعها.